السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم مشاهدين الكرام أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم. نحييكم من هنا من منبر قناة عدن الفضائية أينما كنتم، وبهذا البرنامج الجديد نطل عليكم في برنامج رأي الناس. نحن مشاهدين الكرام من خلال هذا البرنامج نسعى إلى أن يكون هذا البرنامج نافذة من خلالها يستطيع المواطن في أي مكان في الداخل أو في الخارج، في أي محافظة يمنية أو في أي بلد في العالم، أن يتواصل مع أي جهة يريد أن يرسل إليها قضية معينة أو رأي معين أو موضوع معين عبر هذا البرنامج. وآلية البرنامج هي الرقم، طبعا يظهر على الشاشة مثل ما أنتم تتابعون، ويكتب بين هلالين أو يكتب رأي الناس، ثم يبعث برسالة على هذا الرقم الظاهر أمامكم في الشاشة، ومن هنا من القناة الكنترول سوف يتصل على الرقم الذي بعث الرسالة، ويأخذ مجال أو يعطى الفرصة للحديث عندنا هنا في البرنامج. موضوع أنه يعني كيف طريقة تناول الحديث في البرنامج، نحن كنا نفكر مع الأخوة في إدارة القناة وإدارة البرامج على أساس تحديد مواضيع معينة، لكن الرأي السائد أنه المواضيع كثيرة والمواضيع تختلف من منطقة إلى منطقة أو حتى من مديرية إلى مديرية. فبالبداية بتكون آلية البرنامج أنه كل متصل يتحدث بالقضية الذي يراها تهمه أو الذي هي شاهدها أو ما يراه هو بالنسبة له. يعني واحد يتحدث مثلا من صنعاء يعني بموضوع معين، واحد يتحدث من عدن بموضوع ربما مختلف، واحد ثاني من حضرموت نفس الحكاية، واحد مغترب في السعودية، واحد مغترب في مصر مثلا، واحد يدرس في المغرب، واحد عنده إشكالية معينة بموضوع، يعني تختلف قضايا الناس. فبالبداية بالرتم الأول أو بالفترة الأولى من البرنامج بنحاول أن احنا نفتح المجال بشكل عام الناس تتحدث عن كل القضايا وعن كل الطرق وبالأسلوب اللي كل واحد يعني بالشكل اللي يشوفه هو مناسب. بعد ذلك بتتبلور فكرة عن القضايا الرئيسية التي يعني تهمنا في مجتمعنا اليمني، في مناطقنا المحررة، وحتى في المناطق التي ما زالت تحت سيطرة الميليشيا الانقلابية المدعومة من إيران. ونحاول نحن نستفيد من هذا البرنامج، نحاول نستفيد من الوقت، نحاول نستفيد من وصول الصوت يعني. فنحن بنحاول ان احنا نوصل صوتكم عبر هذا البرنامج. ما فيش عندنا سقف نحن، يعني بالنسبه يعني قضايا السياسيه قد هي معروفه، قضايا الخدماتيه اصبحت مهمه اكثر من القضايا السياسيه، وقضايا الاجتماعيه وقضايا المغتربين والامطار والكهرباء وخط الوديعه والمنافذ. القضايا نحن لو عددنا طوال الحلقه كامل بالقضايا اللي تهمنا ما بتخلص. طيب مشاهدي الكرام، نحن بنخذ الاتصال الاول. مرحبا، من معنا؟ غسان. أهلين أستاذ غسان، كيفك؟ مرحبا بك غسان، من وين يا غسان؟ غسان بن يزيد الربيعي. غسان بن يزيد الربيعي، غسان الربيعي. طيب يا غسان من وين تكلمنا؟ أكلمك من الحدود الشمالية، أنا عراقي. من السعودية؟ نعم من السعودية. يا حيابك يا غسان، وكيف حوالكم؟ كيف حال المغتربين عندك في الحدود الشمالية؟ والله بخير الحمد لله، أهل الأمور طيبة إن شاء الله. أموركم طيبة إن شاء الله. طيب إيش الموضوع اللي تحب تحدث عنه يا غسان؟ تفضل. والله على قول الوطن كله قضية، لكن أهم قضية في هذه الأيام بما أننا أبنائنا الطلاب عندهم الامتحانات، فأرى يعني ظاهرة الغش وظاهرة ما يعانيه الطلاب من انقطاع الكهرباء، كلها تنعكس سلبيا على الطلاب. يعني انت الان تتحدث عن مجموعة قضايا يا غسان، يعني تتحدث عن ظاهرة الغش وبرضه بتتكلم عن خدمات الكهرباء، قصدك هكذا؟ نعم نعم، انا اتحدث عن ما يعانيه الطلاب، فهذه ظاهرة الغش. طيب شوف، الكهرباء تتفاوت من مكان، من منطقة لمنطقة، وحتى ظاهرة الغش. انت من اي منطقة يا غسان؟ أنا من نيافع، من المفلحي. من نيافع، مديرية المفلحي. نعم. طيب ونعم. طيب إيش الظاهرة اللي أنت شفتها؟ وفي لك مقترحات مثلاً، في لك حلول مثلاً؟ نعم. تطرحها في كلمة تقولها للطلاب، في كلمة مثلاً للجهات المعنية ممكن يتحسن وضع الكهرباء.
والله أنا بالنسبة للطلاب يعني هم الآن يعتبروا أن الغش هي وسيلة يعني إلى النجاح أو إلى، وهي بالعكس هنا بيعاني منها الطالب بالمستقبل، والجهات تغض الطرف عن هذا، بما أن التعليم بيمر في أسوأ مراحل التعليم هو يمر فيها اليمن بشكل عام في هذه الأعوام الأخيرة، فأصبحت ظاهرة الغش وكأنها حتى إدارة التعليم ومعلمين هم بأنفسهم يتعاونوا مع الطلاب في هذه الظاهرة. مش يتعاونوا يعني يتواطؤوا يعني مثلا يعني تواطؤ يعني هذه كارثة على مستقبل الإنسان اليمني، كارثة فظيعة لو نحسبها من الآن والله كارثة فنمر فيها يا أستاذ. يعني ممكن في انا في صوره معينه مثلا عندك حول موضوع الغش، ايش اللي يحصل يعني؟ يعملوا لهم براشيم يدخلوها لداخل المدارس، ولا انا شفت في صوره وهم عملوا سلم من برا على المدرسه وطلعوا بالسلم ويعطوهم؟ انا قريت انه في والله احد المدارس يعني انه اتى يعني كزياره مفاجئه مدير التربيه والتعليم، فاحد اولياء الامور بالله طهر لو سمحت يعني ممكن تدخل ما عنده علم ان هذا هو مدير التربيه والتعليم، قال بالله اعطي هذه ولدي. طيب عندنا في المدرسه حصلت مشكله و 60 طالب في احد المدارس اللي سقطت اسمائهم، ما نعلم الخلاف اللي حصل بين مدير التربيه ومدير المدرسه، مشكله في الدول كثير يعني. يعني انت بتشوف الغش بس عند الطلاب ولا بتشوف انه في ثقافه يعني فيها هذه النوع من الفهلوه ومشي حالك؟ هي ثقافه انتشرت، انا لا انكر انا مريت بهذه وايام الثانويه، ايام احنا في العام 2002 2003 احنا برضو درست في، انت في عبد الرحمن قحطان ولا وين؟ لا انا درست في سيد بن محسن يهر ثانوي، مررنا في هذه السنة وكان في هناك بس ما كانت بهذا الشكل كبير. طيب خلاص الآن تعلم إنه هناك من الطلاب هنا مغتربين يمتحن عنه أخوه أو غير صراحة شيء فظيع لي. طيب خلاص الشيء الثاني انعكاس سلبي أما موضوع الكهرباء خصوصا في المدن في عدن في غيرها، في يعني يذهب الطالب سهرا من الحر ويوصل برضه المدرسة، الوضع برضه سيء في المدرسة. يعني الكهرباء قصدك انقطاع الكهرباء؟ هذا الموضوع الكهرباء نعم. طيب شكرا لك يا غسان الربيعي، شكرا. ما ادراك من القضايا قلت لك متشعبه كثير واكثر. نحن لسه انت اول متصل ونحييك، ويعني هذه اتصال تاريخي يعتبر في تاريخ البرنامج، وان شاء الله نحن بالتتابع بنتناول كل القضايا وكل المتصلين وبتصل كل الاصوات ان شاء الله. شكرا لك الاستاذ غسان بن يزيد الربيعي، مغترب في الحدود الشماليه في السعوديه، ونحن دائما نؤكد ومثل ما تابعته مشاهد الكرام قناه عدل الفضائيه دائما كانت يعني الصوت الحر يعني وتعطي مساحه وتتابع كل القضايا، وبين فتره واخرى كانت البرامج هذه الجماهيريه المفتوحه موجوده عندنا على أغلب الخرائط البرامجية اللي كانت موجودة عندنا، تلاقي هذه البرامج الجماهيرية التي تلبي أو يعني تحاول تسمع على صوت المواطن ويوصل للمواطن مثلا الفكرة اللي يريد أن يوصلها أو القضية التي يريد أن يتحدث عنها. الهموم كثيرة يعني مثل ما تحدث المتصل غسان الربيعي حول موضوع ظاهرة الغش، حول موضوع الكهرباء، حول الأمطار، حول موضوع الطرقات، منفذ الوديعة، قضايا المغتربين، الجرحى، يعني مشاكل كثيرة يعني ما تستطيع أنت يعني تغفل عنها. لابد المواطن أنه يأخذ حقه بأنه يتحدث. طيب كيف يتحدث؟ لابد من خلال وسائل الإعلام، وسائل الإعلام الحكومية هي المسؤولة على أساس أنها تسمع من المواطن وتأخذ منها الفيدباك أو ما يسمى بالتغذية الراجعة، حتى أنها هي تبني سياساتها وتعرف يعني خططها وتبني خططها على ضوء احتياجات الناس. احنا تابعنا مثلا على موضوع الكهرباء، يعني أول حاجة نتحدث على موضوع ظاهرة الغش مع الأسف الشديد أصبح ظاهرة يعني الناس بتبكر من فجر كيف تنسق تقتحم المدرسة أو تقتحم الصف من أي مدخل من أي شباك من فين بندخل البرشومة، وبالتالي الوضع في البلد بشكل عام هو وضع يعني
شوية مأساوي، حالة حرب، والناس تبغى كمان في عندها أمل، إنه رغم اليأس في أمل في حالة حرب وفي حالة تدهور، لكن برضه الطلبة يشتوا ما يضيعوا سنة، يشتوا يدرسوا، لكن بالدراسة بتكون بالطريقة الصحيحة وبالطريقة المعقولة. في جهود حقيقة تبذلها وزارة التربية والتعليم مثلا بالدكتور عبد الله الملس، حتى السنة الأولى ما فوتها عليهم، يعني كانت في امتحانات وكان في شغل. الامتحانات أحيانا أنا شفت اليوم واحد بالفيسبوك، ما أدري إن كان صحيح، بكرة اختبار فيزياء، مطلع الاختبار حق الفيزياء عنده بالفيسبوك، يقول شوفوا اختبار الفيزياء قد هو موجود هنا عندي. بتحصل هذه عمليات التسريب وبتحصل عمليات الغش، هذا غش ممنهج، يعني مش معقول. المرة الأولى أنا أذكر أنه وزير التربية والتعليم ألغى الاختبارات كلها، ألغى الاختبارات يمكن مرها بعد مرة، وبالتالي حدد بإلغاء الاختبارات بالمرة يعني إذا تسربت الأسئلة، وبالتالي المشكلة الطالب يحاول يغش، لكن من اللي يسرب الأسئلة هذه؟ الطالب مثلا يدخل برشومة ولا يحاول يغش ولا يحاول حد يساعده، يعني زي ما تقول الغش الآني. لكن الغش الممنهج هذا كيف يتم خروج الأسئلة من إدارة الاختبارات في المركز الرئيسي مثلا أو في المركز الفرعي؟ لذلك مش بهذه الطريقة، لابد المعالجات تكون متكاملة، وعي للطلبة وضمير عند الجهات المسؤولة. ونحن نتحدث طبعا بشكل عام، مش معناته نحن نتهم حد أو نقلل من جهود حد، في جهود تبذل من قبل الجهات الرسمية، الحكومة ووزارة التربية والتعليم وإدارة الاختبارات، والجانب التعليمي لحق ضرر كبير بعد ما الحرب اللي حصلت في 2015 على من الميليشيا الإنقلابية، والثقافة تشوهت بشكل عام من ناحية التعليم بشكل كبير، يعني تلاقي كثير من الناس يا أما يفكر بالدراسة بالخارج يا أما يفكر أنه يروح الغربة يا يدخله في تجارة. وهذا الموضوع حصل من بعد مثلا الانفتاح الاقتصادي بعد الوحدة اليمنية، وكيف الناس يعني فكرت، ما عاد كان في، ما عاد بقت مثلا في ذيك القيمة للشخص الأكاديمي، صار يستهان بالشخص الأكاديمي بالمعلم أو بالطالب. وبالتالي الناس فكرت بالناحية المالية، أنه الإنسان لا جمع له مال يمكن يكون أفضل من الشخص اللي يتعلم. هذا الثقافة محتاجة إلى وقت طويل حتى أنها شوي تتعدل، والناس يعني يحبوا التعليم أكثر، والتعليم بشكل صحيح مش بالغش. وبالتالي القضايا هي كثيرة. أنا شفت أمس كان في على موضوع الكهرباء في حديث كان بين تقريبا محافظة أبين ودولة نائب رئيس الوزراء الدكتور الخنبشي، وكان محافظ أبين يتكلم بنوع من الحرقة حول المحافظة اللي هو فيها محافظة أبين يعني. وبالتالي القضايا مش بس المواطن يشعر فيها، أنا اللي أقصده من خلال التطرق لموضوع محافظ أبين أنه القضايا كمان في مسؤولين، ناس تتحمل المسؤولية وعندها ضمير. طيب نشوف معنا اتصال، معنا حمود من السعودية، مرحبا بك يا حمود. اهلا وسهلا، مساء الخير، تفضل. مسك الله بالنور والسرور. انا والله ما سمعت ايش الا الشرحكم، تو جاي عاد فتحت التلفزيون الحين. اهلا وسهلا يا حمود، نحن حيابك يا حمود. حمود هلا. انت طبعا من السعوديه تكلمني؟ نعم نعم. طيب يا حمود، نحن اليوم اول حلقه في برنامج راي الناس، ونحن حبينا نحن كما عودناكم في قناه عدن بين فتره واخرى بنعطي برنامج جماهيري، صاحب الفصل وصاحب الرأي والفكرة هو المتصل، يعني أنت تقول الفكرة اللي عندك. نحن الآن البرنامج ما قيدناها بفكرة معينة أو مثلا بقضية معينة، على أساس نحن لا، لو جاء واحد يتكلم عن الانقطاع الكهرباء بنقوله لا، قضيتنا هي الميليشيا الانقلابية، خلينا الموضوع مفتوح ونمشي هكذا فترة من الزمن، بعدين نكون فكرة على القضايا الرئيسية اللي تهم الإنسان اليمني سواء بالداخل أو بالخارج، وبنحاول إحنا يكون في توافق بيننا وبينكم. لكن بالوقت الحالي أنت بإمكانك تتحدث عن أي قضية تشوفها بالنسبة لك مهمة. أنا أوجه تحية للشعب اليمني من المهرة إلى صعدة. حيابك والله. نعم، وأنا أطلب من أخواني أول حاجة المسؤولين الذين معينين بالمحافظات، لأسف كل محافظ ينظر للمحافظة هذه لصلحة الأمن والأمان فيها والمشاريع والكهرباء والماء، المحافظ الثاني يبغى يسوي زيه. أنا أتمنى الكلام هذا، وأتمنى من المحافظات المحررة أن الشعب لأنه الحين تعرف أنه ناس شاردين من صنعاء وناس شاردين من الحديدة وناس شاردين من حجة، وين يتجه للمناطق المحررة لأجل اللي يحصل فيها الأمن والأمان والكهرباء. أخي أنا عندي دورين في داخل الحديدة، تركتها ورحت
تركتها وشديت الى داخل عدن، والحمد لله الامن موجود والامن موجود. نحن كنا ما نمتلك جندي واحد بدايه الميليشيات الانقلابيه، الحين معنا دوله يا اخي، الحين معنا دوله ولدينا جيش ولدينا محافظين ولدينا مديريه العموم ومديريه امن والحمد لله معين خير. ولكن الميليشيات مهما كان مهما كان لا بد الشعب اليمني بينتصر عليهم، سواء اليوم ولا غدا ولا غير غدا. طيب ولكن نحن اليمنيين تمام تمام واصل، نحارب على الدول العربية جميعا يا حبيبي، نحن نحارب على الدول العربية جميعا بالعربي، يعني نحن بمشترك، نحن مصيرنا واحد في الخليج أو في اليمن أو في مصر أو في السودان في أي مكان. طيب هذه قضية متفق عليها، نحن يعني مشروع عربي يسمى هذا، اللي هو يعني تقوده المملكة العربية السعودية والإمارات، واليمن هي الضلع الثالث المهم جدا في هذا التحالف العربي. طيب أنت بحكم أنك في عدن وأنت من أبناء الحديدة، كيف الوضع هناك في عدن؟ كيف الناس معكم في عدن؟ كيف الناس يتعاملوا معكم؟ كيف الأوضاع؟ أنا من العارة وكنت ساكن في الحديدة، وشعب يمني واحد، ما في جنوبي ولا شمالي، نحن شعب يمني واحد. يعني الأمور طيبة معك في عدن؟ الأمور طيبة، لانه تركت بيته ورحت، والله ما ادري انه مساق. الحين انا اسمع عندي خبر انه الميليشيات ساكنين فيها، بس تركته ورحت. اهم شيء عندي، اغلى شيء عندي اولادي. الله يعافيك ويعافي لك اولادك ان شاء الله. والامر مستتر، والامر مستتر، وكل شيء حتى الامن وكل شيء مستتر، لا صندوق الزعزع حقهم كامل، الامن مستتر والمديريه شغاله، ورئيس الوزراء معين عبد الملك ربنا يعطيه العافيه اكثر واحد الذي سواه، والمحافظ حق عدن. طيب الامن مستتر، لا تصدق ما حد يقرا يشيل على واحد لبوبة غاز من داخل محله، روح انظر الحجة ايش فيه. الحمد لله يا اخي، عمر البندق واقتلك سيدة في الحديده ولا في حده ولا في ما فيش، نحن عندنا الدول الحكوميه شغاله يا اخي. لا لا الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الامن كويس والمناطق. شكرا جزيلا لك يا حمود، وحيابك بالصوت، وان شاء الله انه ما يكون اخر الاتصال، ويعني تحيه لك. يعني انت الان جبت رساله يعني بصفاء نية، وأنه نحن عايشين في عدن، متأقلم المجتمع، ما فيش هناك مشاكل، ما عليكم من اللي يقال في وسائل التواصل الاجتماعي. بعض الناس أو بعض الأصوات يعني يحبوا يولعوا الدنيا وكأنها الدنيا انفجرت. لا، اختلالات الأمنية مثلا تحصل، لكن مهم جدا أنه المواطن من أي منطقة في اليمن يأتي إلى أي منطقة أخرى، يسكن، يشتغل، يعمل، يعيش، ما فيش هناك أي مشكلة. فترة من الفترات كانت هناك في موضوع البطايق وما البطايق، وحاولوا أنهم يشدوا شوية بحيث أنه كل إنسان يكون معروف. طيب الآن معنا، بيكون معنا حمود من شبوة. مرحبا يا حمود. حمود مرحبا بك، مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام، مرحبا بك يا حمود، من وين تكلمنا؟ يا خام درس نازحني عن قابل درس المحروف شبوة، ولا جليلات ولا شيء. انت من وين؟ من شبوة ولا من اب؟ انا محروف شبوة، درس في محروف شبوة. انت الان في شبوة؟ ايوه الان عن قابل درس المحروف ولا جليلات. طيب انت نازح في شبوة ولا كيف يا حمود؟ أيوة أنا نازح من حضر في شبوة. وصلت، وحيابك، البلاد بلادك، فين ما كنت الوطن وطنك. يعني على إيش الشيء تتكلم يا حمود؟ إيش القضية اللي تتكلم فيها؟ كيف أوضاعكم؟ كيف أوضاع النازحين؟ كيف الأوضاع عندكم في شبوة؟ أوضاعنا والله ما يزين، يعني ما معنا راتب، ما معنا عشر أولاد، والله ما يزين. يعني محتاجين شغلات، في شغلات ناقصة عليكم؟ كيف أوضاعكم؟ كيف أموركم؟ والله ما شغلة غير راتب، قد من راتب ولا شيء. ما يدلكم راتب؟ كم لكم بدون راتب؟ لا هيا حمود، كم لكم بدون راتب؟ كم لكم بدون راتب؟ كم شهر بدون راتب؟ شهرين، ثلاثة، خمسة، ستة شهور؟ كم لك بدون راتب؟ لا لا لي من شهر تسعة اليوم، الآن شهر ستة، قبل كم حسب ساعة ثانية من شهر سبعة. ايه شهر سبعة متى؟ 2018. اليوم اليوم شهر 18، شهر 6، وانا لي سنة كاملة بدون راتب. يعني لك سنة كاملة بدون راتب؟ يقولون هذا الشهر، هذا الشهر ولا حاجة، يخرجون احسن
المنحه السعوديه ولا معنا شيء، يا اخي خلينا نفعل نفس المنيين سواقين اشتغل من هذه. طيب يا حمود حبه حبه، على اساس انا اشتي افهم منك، هل راتبك من اب ومسكته الميليشيا الانقلابيه او راتبك عن طريق الحكومه الشرعيه؟ راتبك من اي جهه يجيك؟ يعني من دخل راتبي معروفه بياتان من الناحيه الشرعيه لا شبوه. يعني انت في شبوه استلمت راتبك ولا من يوم ما خرجت من اب ما استلمت؟ راتبك كان يوصلك الى شبوه يا حمود؟ يا حمود تسمعنا يا حمود؟ انت تبع اي جهه؟ انت عسكري ولا مدني؟ ايش الجهه اللي تعطيك الراتب؟ ايش من جهه تعطيك راتبك؟ تربيه وتعليم. انت مدرس؟ ايوه. طيب وراتبك من الحكومه الشرعيه؟ ما اقدر استلم دعم من الحكومه الشرعيه ولا استلم من احد. لا أنا عشت أقول لك حاجة يا حمود، أنت مدرس في شبوه ولا مدرس في إب؟ أنا مدرس أصلاً في إب، لكن نجحت في هذا إحنا نجحت نقولنا إلى شبوه. تمام، يعني رواتبكم عن طريق الميليشيا الإنقلابية ولا عن طريق الحكومة الشرعية؟ عن طريق الحكومة الشرعية نازح، تمام تمام، أنت نازح الحين، راتبك انتقل إلى شبوه ولا ما زال في إب؟ راتبك من اي جهه يصدر؟ لا ده انت سلم اول قبل الانقلاب من الساكن، الحين انا مع اولادنا رحت الى محافظه شبوه، انا مع اصفار كثير ادور رزقي وادور اشتغل اعمل حلال، لم ياتونا راتب لا هذا ولا هذا. وصلت الفكره، خلاص فهمت الموضوع، شكرا لك يا حمود. يعني هذه موضوع اللي هم قادمين من المناطق اللي هي تحت سيطرة الميليشيا الانقلابية، هذا في ناس كثير مش بس يعني حمود، وهذا ملف يعني موجود على مكتب الدكتور عبد الله لملس مدير التربية ووزير التربية والتعليم، على أساس يكون في حل، يكون في استيعاب مثلا الأساتذة والمدرسين والأشخاص اللي مثلا يعني اضطروا أنهم يخرجون من المناطق اللي هي تحت سيطرة الميليشيا الانقلابية، إما باستيعابهم في هذه المناطق أو يعملوا لهم حلول بموضوع رواتبهم. هذه أعتقد أن وزير التربية والتعليم تناول هذا الموضوع، والجهات الحكومية تناولت هذا الموضوع، وقضية إن شاء الله أنها بيكون فيها حل. يعني شوف الشخص اللي قد عنده راتب مثلا وهو موظف، ما فيش هناك إشكالية، بس مسألة عملية نقل راتبها أو حاجة زي كذا. لكن إشكالية مثلا لو الإنسان اللي ما عنده، لما يكون نازح وما عنده راتب وما عنده سكن وما عنده مثلا رقم وظيفي، بتكون هنا مشكلة كبيرة، بيظل يعتمد مثلا على الدعم القادم من الإغاثة أو الدعم القادم من الجمعيات والمنظمات الداعمة، وسنة بدون راتب. وبالتالي لابد ما تكون هناك في موضوع، يعني في حلول لابد ما تكون، وفي هناك متابعات في يعني بت في هذه القضايا، قضايا الناس ومعاناة الناس. تخيل واحد له سنة بدون راتب، بيتكلم على شهر 7 2018، اليوم نحن بشهر خلص على أبواب شهر 7 2019، من قبل سنة والرجال بدون راتب. وبالتالي لابد ما تكون هناك في موضوع انقطاع الراتب، نخلي حمود، لابد ما تكون هناك في حلول للأشخاص هذولا كلهم اللي هم قادمين من المناطق اللي تحت سيطرة الميليشيا الانقلابية. طيب القضايا مثل ما احنا تحدثنا معكم، القضايا هي كثيرة، كانت الفترة الأخيرة موضوع هطول الأمطار، موضوع هطول الأمطار والفيضانات اللي حصلت في عدن، يعني فجر مشكلة حقيقة في محافظة عدن، ظهرت البنية التحتية في العاصمة عدن وكأنها صفر، دخلت المياه لها داخل البيوت وقرفت الناس وسقطت الأعمدة الكهربائية وتقفلت الشوارع وتقفلت الحارات ودخل المال داخل السيارات، والناس طلبوا النقدة ويلا واحد يدور باطور، واحد يدور يعني يغرفوا الماء بشاول، واحد بمقرفة، واحد جاب له السطل، هذه سيول ما ينفع معها تجيب لها سطل ولا تجيب لها يعني كريك، لابد ما تكون هناك في بنية تحتية سليمة ولابد تكون هناك في معالجات. قضايا الكهرباء نفس الحكاية، حديث عن انقطاع الكهرباء، وإحنا تحدثنا على موضوع محافظة أبين ومن بدري محافظة أبين وهم يتكلمون على موضوع الكهرباء، لكن في مسؤولية تقع على الإعلام. يعني الإعلام حقيقة يتناول هناك بعض القضايا بعض المحافظات بنوع من على الماشي على السريع. إحنا صح عدن تهمنا لأنها عدن هي عنوان اليمن في الوقت الحالي،
لكن برضه المحافظات الأخرى مرتبطة أصلا بعدن، زي لاحق وزي أبين مرتبطة ارتباط كلي بعدن في الكهرباء، في البيئة، في كثير من الأمور. الجوانب لابد من الإعلام أن يسلط الأوضاع. لو مثلا محافظة أبين أخذت حقها بتسليط الأضواء من ناحية إعلامية حول إظهار معاناة الناس في الكهرباء، في المياه، في كثير من الجوانب، ما كان الوضع هكذا. المحافظ في محافظة أبين محافظ نشط حقيقة، ورجال محترم وقائد اللواء وقاتل وكابد وينزل، شفته يعني وقت السيول ينزل، وقت الحروب موجود، وقت السلم يزور المديريات، يزور الدوائر الحكومية، نزل أول ما نزل وقعد في الشارع بدون كرسي ينظف مع الناس، يعني الرجال عارف إيش اللي يدور. وكان كلامه أمس مع نائب رئيس الوزراء كلام من 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 علم على محافظته، والناس تضغط عليه. وكان حقيقة نائب رئيس الوزراء الدكتور الخمشي شخص شجاع وقوي ومسؤول، يعني كان في رد إيجابي أنه يجب أن تأخذ أبين حقها من الميجا الكهرباء من الموجود الآن، الطاقة الموجودة. وزير الكهرباء برضه شخص نشط، ونحن يعني نعول أن يكون هناك في تفاعل كثير لحل مشكلة الكهرباء بشكل عام في بلادنا. يعني نحن نحاول نحسن من خدماتنا، مش بس نتناول كلها سياسة أو نعمل الخدمات، يعني لأنه ألمح محافظ أبين ألمح أنه ربما يكون في موضوع سياسي، لكن إن شاء الله أنه ما فيش هناك موضوع. أنا اللي شدني بهذا الفيديو هو هذا الكلام، مش طريقته ولا لأنه زعلان ولا لا، هذا ممكن يحصل، لكن هو لما يرمي بكلمه ويقول لك أنا يعني هل في هناك موضوع سياسي على أساس أنه أبين ما توصل إليها 15 ميجا؟ محافظة أبين محافظة مهمة جدا، وبالتالي مؤمل أن يتم علاج موضوع محافظة أبين. موضوع الأمطار وما حصل في العاصمة عدن لابد ما تكون هناك في بنية تحتية. احنا ما نشتي نعمل مشاريع وبعدين بعد سنة سنتين يلا اشخطوا مقاولة جديدة وعملوا مشاريع استرزاق، وهذا الموضوع يقع على دائرة الأشغال. عندنا وكيل محافظة عدن لشؤون الأشغال المهندس غسان الزامكي، شخص يعني ممتاز جدا، ونعول عليه في هذا الموضوع من ناحية جودة العمل. الرواتب الناس نفس الحكاية، رواتب الناس المنقطعة، الناس اللي هم كمان يعني من 2011 ولا من 2015 يعملوا في إطار الشرعية، كذلك لابد يكون هناك في توظيف في كل الجوانب، كثير من القضايا، الجانب الرياضي، جانب الطرقات، جانب الميناء، جانب المطار، جانب التعليم، جانب كثير من الأمور. أمس أنا شفت في حديث للأخ محمد مزربة حول عملية أن يكون يعني تفتيش السفن والبواخر في ميناء عدن من أجل تفعيل الميناء. البناء العشوائي من القضايا الرئيسية عندنا، البناء العشوائي الآن تم الزحف قدهم على أبواب الميناء، وبالتالي هذه قضايا كلها مهمة، لكن من المهم جدا أن يفعلها الإعلام وأن يفعلها صوت المواطن، ولا بد أن يكون هناك صوت المواطن يوصل. نحن من خلال هذا البرنامج نريد الناس تتكلم، كل واحد يتكلم باللي يشوفه مناسب، كل واحد يتكلم باللي يشوفه مناسب. يعني نحن عندنا هنا كل ثلاث وربوع وخميس، الثلاثاء والأربعاء والخميس تحاولوا ترسلوا يعني الرسائل مثل ما احنا تكلمنا، رسالة مسجل فيها رأي الناس على تلفون البرنامج، الشباب عندنا هنا في الكنترول بيرسلوا لك بيتصلوا عليك. يعني نحن الآن مثلا حلقة اليوم وصلت مجموعة من الرسائل، بكرة الساعة 4:30 نحن ربما اليوم تأخرنا شوية قليل لأن عدا أول حلقة وكانت في شوية يعني بعض الأمور، بيتصلوا عليك الشباب من عندنا من الكنترول وتقول اللي أنت تريده. موضوع إرسال الرسالة مش لازم وقت البرنامج، ممكن ترسل رسالة الحين، ممكن ترسل رسالة الساعة 9 بالليل الصباح، الرسالة بتوصل، بس نحن بنتصل بك وقت البرنامج. كل واحد يحضر ويشوف القضايا اللي موجودة ويشوف إيش الأوضاع اللي يعني موجودة عندنا والمشاكل في مناطقنا، لابد ما نستفيد من هذه المساحة اللي أعطتنا إياها قناة عدن، وكل واحد يطلع يتكلم بفطرته بالشكل اللي يشتي. في ناس يشتوا يتكلموا على المعتقلين، في ناس يشتوا ينتقدوا الجانب الأمني، في ناس يشتوا يتكلموا على الجيش، في ناس يشتوا يتكلموا على تحرير صنعاء، في ناس يشتوا يتكلموا على الأوضاع في تعز، في ناس يشتوا يتكلموا على الإرهاب، في ناس يشتوا يتكلموا على الإغاثة، في ناس يشتوا ينتقدوا التحالف، في ناس يشتوا ينتقدوا الحكومة، في ناس يشتوا يشيدوا بالإيجابيات حق التحالف، في ناس يعجبهم الكلام عن تحرير عدن والمناطق المحررة، في ناس يعني في قضايا مختلفة.
نحن نريدكم تتكلموا بكل اللي يطلع في بالكم بشكل مسؤول وبشكل موضوعي، ونحن نستقبل منكم ونتناقش. طيب، هذه كانت الحلقة الأولى من برنامج رأي الناس. استقبلنا هذه الثلاثة الاتصالات. خسار ربيعي من السعودية تكلم على ظاهرة الغش والانقطاع الكهربائي، لأنه فعلا الطالب كيف يقدر يروح صباح الاختبارات وعيونه زي الجمر، ظل طول الليل نامس يقبصه، يعني ما صعب الموضوع هذا. وحمود تكلم برضه، يعني وجه تحية للشعب اليمني. نازح برضه موجود في عدن، الأمور طيبة داخل عدن. حمود برضه تكلم في شبوه وقال الراتب منقطع منذ سنة، ولا بد ما تكون هناك في معالجة لقضايا الناس. هذه ثلاثة الاتصالات اللي جاءتنا في هذه الحلقة، وإن شاء الله في الحلقة القادمة نستقبل اتصالات قادمة. قدا إن شاء الله نلتقي في الرابعة ونص. حتى ذلك الحين دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.